في بادرة خطيرة سطى ثمان مسلحين يرتدون الزي العسكري على منزل أحد المواطنين في قضاء الرفاعي شمالي ذي قار، وتمكنوا من سرقة قاصة تحتوي على 70 مليون دينار ومصوغات ذهبية بعد الاعتداء على صاحب المنزل بالضرب المبرح من قبل المسلحين، فيما استنفرت القوات الأمنية مفارزها للقبض على الجنات. استخبرنا بوجود حادث سطو مسلح لأحد المنازل في قضاء الرفاعي، بالتحديد منطقة تبعد حوالي 5 كيلو عن مركز المدينة. الأشخاص اللي قاموا بعملية سطو المسلح عددهم 8 أشخاص مرتدين الزي الرسمي، أيضا قاموا بالاعتداء بالضرب باستخدام العصي على صاحب المنزل وسرقة المبلغ وقدره 70 مليون دينار عراقي بالإضافة إلى مصوغات ذهبية. وعلى إثر الجريمة يخشى المواطنون من تكرار الجريمة، لا سيما إذا أفلت الجنات من العقاب، الأمر الذي دعا إلى مناشدات بتعزيز الأمن وتفعيل العمل الاستخباري لحمايتهم في ظل ظروف اقتصادية متدهورة قد يدفع بعودة ظاهرة عصابات السرقة المسلحة. يعني هاي الحادثة الأخيرة اللي هي سطو مسلح بزي عسكري أو بزي جهاز أمني، هذه يعني بادرة خطيرة وبالتالي يجب الانتباه إليها والالتفات إليها من قبل الأجهزة الأمنية وتفعيل الدور الاستخباراتي والتنسيق مع العوائل والأهالي والتنسيق مع مخاطر المناطق السكنية، لأن هذه ظاهرة خطيرة خصوصا في ظل ظرف اقتصادي متدهور في العراق. أهالي ذي قار يطالبون الأجهزة الأمنية باستنفار جميع الجهود للقبض على العصابات التي تنفذ عمليات السطو المسلح في المحافظة، والتي كان آخرها ليلة البارحة، لتبقى ذي قار من المحافظات الآمنة نسبيا. لقناة الفلوجة الفضائية سعد الركابي، الناصرية.